يعني تعال نروح لكابتن رضا، بكره عندنا مباراه يعني قد تبدو للناس انها مش مهمه يعني، وحتى كمان كابتن حسام حسن يعني وصل لنا انها مش مهمه يعني، قال لك محمد صلاح ما يجيش، تريزيجيه جه بس هو اعتقد هو موقوف الماتش ده، عمر مرموش ما جه قال له عمر رايح انت، ومروان ما جه مروان عطيه قال لك رايح انت مروان بلاش الماتش ده عشان الجيل الصناعي، محمد شناوي ما كانش هياخده بعد كده، هو اللي عايزه يروح، هو اللي عايز يروح شناوي اللي اصر على ان هو يكون متواجد يعني، ويقال بكره ان هيعتمد على مصطفى شوبير او عواد هيبدل ما بينهم ما بين الماتشين. هل عدم الاهتمام بالمباراه ده وإراحة أكتر من لاعب ده شيء خطير ولا طبيعي ومنطقي إن المدرب في التوقيت ده بعد ما صعد إن هو لازم يجرب بعض اللعيبة، خصوصا كمان في لعيبة كمان مصابة ما جاتش زي زيزو كده؟ يعني أنا بشوف إن هو مش مهتم يعني، هو أنا أعرف حسام حسن يعني ما عندوش فكرة إن هو يبقى الماتش مش عايز يخسر ولا عايز يتعادل وعايز يكسب أكيد، بس هو الفكرة كلها إن أنت بيبقى عندك من الوقت ومن الأريحية إن أنت تدي فرص لناس ممكن ما تعرفش تديها فرص دي بعد كده ويديهم مساحة، ممكن حد برضو من الناس دي يسمع معاك فيبدأ تدخل حد، لأن هو مهم جدا لحسام حسن إن هو يحط عناصر جديدة عشان يتقال إن هو أضاف حد جديد. ده أنت في الآخر لو لعبت بنفس الفرقة أو 80% منها بنفس العناصر القديمة يبقى إحنا بنتكلم في نفس الشكل أو بنفس الطريقة، ولكن محتاجه هو في الفترة اللي جاية يزق كذا حد، عناصر يكون لسه بعيدة ما كانتش في الصورة تبقى موجودة بشكل أساسي، وأنا شايف إن الناس اللي هتدخل بكرة هتبقى عايزة تعمل أقصى حاجة، بالعكس أنا شايف إن هم هيبقوا مهتمين جدا ويبقوا عايزين يكسبوا، لأن كل لعيب موجود دلوقتي عايز ياخد فرصة. صحيح، وجات لك الفرصة فممكن يبقى في عدد كبير ولكن العدد الكبير ده أتوقع إنه هيبقى إيجابي، لأن كل الناس اللي هتلعب بكرة عايزة تقول أنا موجودة في المنتخب ويبقى ليا دور، فأتوقع الماتش إن شاء الله يبقى في صالحنا بإذن الله. على فكرة مصر عندها جماعة 12 نقطة، وبوتسوانا مفاجأة عندها 6 نقط، وكاب فيردي 3 نقط، وموريتانيا 3 نقط، وبوتسوانا عملت مفاجأة بالفوز على كاب فيردي في كاب فيردي دي كده غريبة جدا وكمان وعملت مفاجأة يعني، وبالتالي بكرة يعني موريتانيا هتلعب مع كاب فيردي سوري هتلعب مع بوتسوانا في بوتسوانا، فموريتانيا ما قدامهاش غير انها تكسب بوتسوانا وتكون مستنيه مصر تكسب بوتسوانا في مصر يعني، واعتقد مصر انها تكسب بوتسوانا في استاد القاهره او في مصر الموضوع مش صعب يعني، لكن هي منتظره برضو ان مصر تعمل نتيجه ايجابيه امام كاب فيردي.